بنات، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت اني نشارك معكم واحد الحلوه ديال لابيش، نخليكم مع المقادير، نتمنى بانها تنال اعجابكم. انتما البنات بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 3 ديال البيضات متوسطين، قرصه ديال الملح، 5 المعالق ونص ديال دقيق الفورز ديال الحلوه، 5 المعالق ونص ديال السكر، ونحتاجوا الروح ديال الفاني وملون حمر. والمول البنات انا هذا هو اللي غادي ندير فيه لاجينواز، درت فيه الورق ديال الفران. هنا البنات درت الماء سخون حمام مريم، حطيت فوق البول اللي غنخلط فيها باش البيض ما يكونش بارد باش يطلع مزيان. هنا عندي الباتور. انتما البنات غادي نبداو بالبيض، نديرو 3 بيضات، نديرو البنات قرصة ديال الملح، وغادي نديرو الروح ديال الفاني. نبداو نطربو البنات حتى دير لينا كشكوشة. ثم البنات دابا غادي نديرو نص ديال السكر ونص لاخر حتى المدات، غتبقاو طلعو البنات حتى يولي بيض كيتلف. هانتوما البنات هذا هو الخليط ديالنا، من بعد ما طربتو درت فيه الكولورون روج كيف ما قلت لكم. هذه البنات راه كتباع المالي الحلوه ب 10 دراهم. دابا البنات غادي نخلط 5 المعالق ونص ديال دقيق الفورص، انا راه شاعل الفران من قبل البنات كيسخن على 180 درجه، فران ديال الغاز عادي. من بعد البنات غادي ندخلها طيب واحد 10 دقائق وغادي نخرجها ونوريكم النتيجه ديالها. البنات كطربوا من تحت للفوق باش ما تضيعوش الهواء اللي دخلته بالباتور. بعد البنات كيف ما قلت لكم غادي نديرها في لاطو وندخلها للفران، بقاو معايا وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. ثم البنات بالنسبه للغناش عندي 250 مللتر ديال لاكريم اللي درتها فوق البوطه حتى دات كتتبخات، وعندي هنايا واحد 5 دراهم ديال هاد الشوكولاط ديال ريال. هذا البنات راه غالي، 5 دراهم عطاوني فيه غير شويه. هذه واحد البيضه ديال كيندر كبيره، وهذا الشوكولاط ديال باتيسري نوار، هذا فيه البنات 75% ديال الكاكاو. هادشي كامل البنات غنديرو في هاد لاكريم هادي، وغنبقى نحرك حتى يذوب. من بعد البنات غادي نديرو في الزلافة وغادي نديرو في الكونجيلاتور حتى يشد شوية، غتولي بحال كريمة ديال الزبدة، غتولي بحال الزبدة دايرة. تقدرو دهنوها تقدرو تحكمو فيها كاناش البنات. هانتوما البنات درت في هداك الشوكولا أولي شوكولاتة الحليب، نحركو مزيان البنات. دابا غادي نزيد الشوكولا نواغ، غتبقاو تحركو حتى يذوب البنات.
بحال هكا البنات مزيان حتى يذوب الشوكولا. نتمنى البنات هذا هو الكناش ديالنا من بعد ما كيف قلت لكم درت لا كريم ايبليسيون ومن بعد زدت عليها الشوكولات شوكولا نوار وشوكولا ولي. دابا البنات غادي نخويها في هذا في هذه الزلافه. غادي نغطيها البنات اون كونتاكت. من بعد البنات غادي نديرها في الفريغو حتى تقسح لكم شويه. خليكم معايا وغتشوفوا الطريقه. هانتوما البنات هذه هي الجينواز ديالنا من بعد ما خليتها تبرد. كيف ما شفتوا راني تنيتها من قبل باش تشد لينا الفورمه. هذا راه غير سكر كلاصي. هذا هو الكناش ديالنا من بعد ما خرجته من الكونجيلاتور. راه كيكون البنات ولا بحال الزبده. هانتوما هذا هو السيرو اللي غادي نسقيو به. درت فيه 3 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق ديال الماء وشويه ديال الفاني. دابا البنات غادي ناخذو هاد السيرو غادي نسقيو لاجينواز ديالنا باش ما تجيش البنات ناشفة. هانتوما البنات انا البنات بدلت هاد المرة درت الجينواز حمراء باش ملي نقطع يجي الكناش كحال تجي جينواز حمراء تجي زوينة. دابا البنات غادي ناخذ الكناش نحاولوا البنات ندهنوا على هاد الكيكه كامله. هانتوما البنات هادي هي لابيش ديالنا ولا الكيك غولي ديالنا اللي درناه اللي روليتو من بعد ما درت وسط منو الكناش. دابا البنات غادي ناخدو اللي بقى لينا ديال الكناش غادي نحاولو ندهنوه من الفوق بحال هكا على الكيكة كلها. من بعد غادي ندخلو الكونجيلاتور يجمد عاد غادي نقطع ليه الجناب ديالو. خليكم معايا البنات. هانتوما البنات هادي هي لابيش ديالنا من بعد ما ساليتها. هاد الحلوة حيت درتها لواحد العيد ميلاد. هي من الداخل كي جات. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في ملتقى اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.